يحتسب كرة لمصلحة فريق أدريزي. دي لاتالي مقاوسة أصيح خطيرة هدفة هدف لمصلحة فريق أدريزي. الجول بودي تيستا من باستا باستا يغلق بيتو ويعلن عن تقدم أدريزي 1-0. أدريزي كان التصويبة للتصويبة من بعيد هدف رائع هدف رائع لبراكا بالكرة كانت صعبة. براكا يعود للمباراة يتمكن الفريق البرتغالي من التعديل في تصويبة قوية.